دلوقتي مشاهدينا نتابع مع حضراتكم ابرز واهم الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الجوله العاشره من الدوري المصري، وكمان مباريات السوبر المصري في الامارات النهارده. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فيقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي حفل للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة أنا المصري للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة، وده هيكون السابعة مساء على المسرح القومي بالعتبة. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين قويتين في إطار الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الجونة مع إمبي في تمام الساعة الرابعة، والساعة السابعة هيلتقي البنك الأهلي مع بلدية المحلة. النهارده كمان في مباراتين قويتين في إطار الدور نصف النهائي لكأس السوبر المصري بنسخته الجديدة اللي بتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، هيلتقي فيوتشر مع بيراميدز في تمام الساعة 3، والساعة 7 هيلتقي الأهلي مع سيراميكا.